بسم الله، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي بعده محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم. أصحاب السعادة، رجال العلم والدولة، ضيوفنا الأعزاء، حفلنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ليلة أضاء قمرها وتوهج نورها وتحلت بالمعاني والصور الإسلامية الناصعة التي تعزز الترابط والتواصل والألفة، فضلاً عن قوة ومتانة التلاحم والترابط بين أفراد المجتمع السعودي، أهلاً وسهلاً بكم. ونحن نحتفل بزواج ابننا الشاب امتثالاً وتمشياً لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. أيها الحفل الكريم، بداية هذا المساء الجميل والمتألق بمعانيه وصورته، نستمع سوياً لآيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم الشيخ سعد بن عبيد العتيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا فلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. أيها الحفل الكريم، في مناسبة كهذه لا بد أن لدى الجميع الشيء الكثير من المشاعر والغبطة والفرح والسرور، فما بالكم بوالد فارس هذا المساء وصانع مجده ومهندس حياته والداعي إلى هذه المناسبة العميد عايض بن مناحي البقيمي، فليتفضل
ليلقي كلمته. الحمد لله الذي تتم بحمده الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا المبعوث رحمة للعالمين، شيوخ القبائل، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة، رجال الإعلام، الشعراء والأدباء، الوجهاء والأعيان، كافة الحضور من زملاء ومعارف وأصدقاء وأقارب، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الإسلام يوم يدخلونها، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية أهل الجنة. حقيقة هذه الليلة تعتبر من أسعد الليالي، فرحاً وسروراً وحبوراً بزواج الابن مناحي، وأقول له كما قال الرسول المصطفى عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما بخير. ومما زاد سروري وفرحتي واغتباطي هو هذا الحضور الذي يعتبر بحد ذاته تكريم، فيعلم الله أن حضوركم هذه الليلة ومشاركتنا لفرحة ابننا لهي تاج على رؤوسنا ووسام على صدورنا، فباسمي وباسم أخواني ابناء الشيخ مناحي بن مجاد بن صائل الكريزي رحمه الله، وباسم قبيلة الكرزان أشراف البدو، وباسم قبيلة البقوم عامة سهوم المنايا، أرحب بجميع الضيوف أجمل ترحيب، وأقول لهم: حللتم أهلاً ووطئتم سهلاً، فوالله إنكم أنتم أهل الكرم وأهل الشرف وأهل الطيبة، غمرتمونا بحضوركم وأذلجت صدورنا بتواجدكم، فالكثير منكم لديه من المشاغل والارتباطات والظروف تركها من أجل الحضور ومشاركتنا هذه المناسبة، وقطع مسافات طويلة لأجل الحضور والمشاركة، فهذا دليل على كرمكم ونبل أخلاقكم وسموها. فلكم مني ومن إخواني ومن قبيلة الكرزان وسهوم البنايا البقوم أصدق عبارات الشكر والعرفان، فسعادتنا لن تكتمل إلا بوجودكم ومشاركتكم فرحتنا. الليلة تعتبر من ليالي العيد، حضوركم هو الأساس، فوالله إنها تختلج الكلمات وتعجز العبارات على أن تصف شعورنا، زملاء وجيران ومعارف وأصدقاء وقادة ومسؤولين وأصحاب فضيلة حضروا هذه الليلة، ونكن لهم في صدورنا المحبة والتقدير والإجلال والتعظيم، فنحمد الله العلي العظيم أن يسر هذا الاجتماع، وأحمده القائل في محكم التعزيز: ولئن شكرتم لأزيدنكم. الجمع كبير ويصعب الحصر بالاسم، زملاء لي في العمل وقادة في العمل سابقين وحاضرين وأعزاء وأخوة ومعارف وأنساب من جميع القبائل، من قبيلة بلحارث الشداديين ومن قبيلة هذيل ومن جميع القبائل ومن عتيبة الهيلة ومن جميع قبائل المملكة العربية السعودية،
فهذا دليل على محبتكم الصادقة وعلى أنكم أهل للكرم والطيب. ونحمد الله أننا نعيش في هذا الوطن الغالي ونتمتع بالأمن والأمان في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله وألبسه لباس الصحة والعافية، وصاحب السمو الملكي سيدي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ووزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير مقرن ابن عبد العزيز ولي العهد. فنحمد الله حمدا يليق بجلاله وعظمته على هذه النعمة التي لا تعد ولا تحصى. فشكرا من الأعماق، وأعتذر عن أي قصور حصل أثناء الاستقبال، وكل مكانه والله في الصدر وفي المقدمة، وحضوركم شرف لنا. فنسأل الله أن يعيننا على أن نتواصل معكم وأن نجمل معكم، لأنكم أهل الجميل وأهل المعروف. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وشكرا للجميع. نشكر العميد عايض بن مناهي على كلمته الوافية والضاد. أيها الحفل الكريم، للشعر حضور في هذا المساء قصيدة شعرية لشاعر النظم والمحاورة الشاعر فالح بن بجاد الكريزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا ومسهلا بالجميع، باسم العميد عايض بن مناحي بن صايل الكريزي الله يحييكم، باسم قبيلة الكرزان خاصة وقبيلة البقوم عامة، مرحبا ومسهلا. الشعر وافي والمعازيب وافين، والقاف حر وكلمة الشعر حرة، شعر يجملنا بكل الميادين الله يبارك به لله دره، شعر يجملنا بكل الميادين الله يبارك به لله دره، واليا دعوني لا بتيجيت فالحين سيف انت عارف الناس نفعه ضره. يا مرحبا باللي لفونا ملايين، ترحيب طيب ومن حضر ما يغره، معطر الريح بورد البساتين في ليلة فيها الغلا والمسرة. يا مرحبا باللي على القلب غالين، والضيف واجب لا لفانا عن بره. يا مرحبا باللي على القلب غالين، والضيف واجب لا لفانا عن بره، ضيوفنا دايم اعزاز وحشيمين، نجوم عز ساطعة في المجرة، في حفلة اللي وقفته توفي الدين عايض ويلي تطري الطيب طره، في حفلة اللي وقفته توفي الدين عايض ويلي تطري الطيب طره، رعى الكرم والطيب بالعسر واللين، له معها الطالات كره وفره، يشفيك بالوقفة طليق الحجاجين، وله في المواقف وقفة مستمرة، يشفيك بالوقفة طليق الحجاجين، وله في المواقف وقفة مستمرة، حفيد بن صايل صعوط المجانين في مقدم الفرسان دايم مقرة. استاهل. من عزوة طول الليالي سلاطين، عرش المراجل نازلين مقرة، لاد الكريزي والمواقف براهين على بنات الحصن كرة وفرة، لاد الكريزي والمواقف براهين على بنات الحصن فره وكره، أشراف بدو ما تهاب المعادين عدوهم والله اللي يبطي بشره، حماية الطارف وحماية الدين تاريخ من بحر الجزيرة البره.
حماية الطارف وحماية الدين، تاريخ من بحر الجزيرة البرة، ارجع لتاريخ العرب والدواوين واقره بدل مرة 80 مرة، ارجع لتاريخ العرب والدواوين واقره بدل مرة 80 مرة، تلقى تواريخ البقوم الميامين فعلا له شيوخ العرب مستقرة، وكل القبائل في الجزيرة عزيزين ولا عليهم نقص مثقال ذرة، واليوم حنا في الحياة متخاوين ولحد على الثاني يقوم يتشره، الله يعز اللي على الحق ماشيين ملوكنا في الوقت حلوه ومره. سلامتكم، سلامة الجميع. صح لسان الشاعر فالح بن بجاد. والآن قصيدة أيضا مع الشاعر محمد بن عايض البجادي الكريزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. مبروك للأخ مناحي، والله يوفقه إن شاء الله. باسم رب الكون سبحانه بدينا، بعد ما ربي ومر سارت اخطانا، لجل عايض من بعيد الدار جينا، تاركين اشغالنا تقعد ورانا، يهجوسي للبحر شاطي ومينا، هاتي المطلوب يوم الله عطانا، حشمة اللي بحفلة حاضرينا ما توخرنا عنه ساعة دعانا، مرحبا وعداد همالة الغشينا، وعد ما لاحت بروقه في سمانا، باسم عايض عزوتي درب اليمينة، مرحبا في مرحبا بلي لفانا، وابنه مناحي عسى عمره سنينا، تهنيتنا من فؤاد ومن لسانه، ومن لفا يقلط على سمن وسمينا، ومع بخور الطيب بن وزعفرانا، حفل من حفله يسر الناظرين، فزعة المضهود من جور الزمانة، نسل بن صايل عشير الغانمين، عايض مناحي وربعي ما تهانا، دور ربعه بالمواقف ما يلينا، كاسب كلمة نعم سر وبيانا، للقبيلة بالقسا حصن حصينا، كم رفيق على لزومه ما توانا، ما تدرق مثل بعض الخايبين، لا زهمت له فزلك فزة حصانا، من بني عمي سليل الطيبين، ربعي الكرزان مروين أسنانا، فعلهم بينك عامل عايلينا، في صروح المجد مرفوع لوانا، للثقايل بمن ربي قادرينا، لو يجور الوقت ما يقصر مدانا، والبقوم والبقوم أهل الوفا دنيا ودينا، فالقبايل رافع الله مستوانا، والقبايل والنعم علم ثمينا، ما يذم الطيبين إلا الجبانا، والبقوم أهل الوفا دنيا ودينا، فالقبايل رافع الله مستوانا، والقبايل والنعم علم ثمينا، ما يذم الطيبين إلا الجبانا، والملكنا والوطننا مخلصينا، والله إنه ما تزعزعنا إعدانا، نبتهل لله نبتهل لله ونرفع له يدينا، يا عسانا منها للجنة عسانا. وسلامتكم. صح لسان الشاعر محمد البجادي. قصيدة للشاعر مصلح بن فرحان الهذيلي، صقر هذيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مسيت بالخير يا مطليق. أولاً أبارك لأخوي مناحي بن عايض ابن مناحي بن بجاد بن صايل، أقول بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. فثاني شيء أني ما عد نفسي لرعي محل، وأقول الله يحييكم تحياة المطر عند لاد الكريزي خاصة، وعند الشيخ عايض بن مناحي بن بجاد بن صايل
وعند ربعه كل ابوهم الله يحييكم تحيه المطر. من قبل لابدا القصيد اسم الله بديبه، اخير مبدا نقول في بدايتنا الكفولة من دعاني حق نجيب، واهتم في دعوه المطنوخ لاجتنا. الكفولة من دعاني حق نجيب، واهتم في دعوه المطنوخ لاجتنا. نعطي مطالب من يوفي مطالب، سوى تعايض من احي في قربتنا. نعطي مطالب من يوفي مطالب، سوى تعايض مناحي في قرابتنا. له سمعة كل خلق الله تدريب، من طيب فعله رفع ذكره وسمعتنا. من طيب يقدر الوافين، من طيب ويجمل اللابة ويقضي مهمتنا. من طيب يقدر الوافين، من طيب ويجمل اللابة ويقضي مهمتنا. ما قال التايدة فالماقف الصعيبة، يقول عندي دواء لا تحدثنا. لفزعة تطلق المطنوخ في الصعيبة، فزعة وفا في رصيد العرف زادتنا. لفزعة تطلق المطنوخ في الصعيبة، فزعة وفا في رصيد العرف زادتنا. مبروك يا مناحي وطيبك بهيب، نفرح فرحكم وتسعدكم سعادتنا. واللي حضر في حفل عايض هليب، نكرم الضيف وتزود كرامتنا. يا مرحبا بالضيوف الفين ترحيبة، على الكرم في محل العز زارتنا. يا مرحبا بالضيوف الفين ترحيبة، على الكرم في محل العز زارتنا. وابوه وجدوده للعز والهيبة، روس النفاخر بهم من بين سادتنا. لاد الكريزي فخرهم حق مريبة، اشراف بدو الجزيرة في جزيرتنا. وابوه وجدوده للعز والهيبة، روس فخر بهم من بين سادتنا. لاد الكريزي فخرهم حق مريبة، اشراف بدو الجزيرة في جزيرتنا. معسفين الحصن والفعل تنظيبه، هم سعدنا ومحزمنا وطالتنا. وانا ذيلي ومجد الناس ندريبه، وامجادنا عاليه وترف رايتنا. ما عليكم زود. وانا ذيلي ومجد الناس ندريبه، وامجادنا عاليه وترف رايتنا. وحنا البقوم وعدانا ترجع بهيبه، ما ترجع وحنا البقوم وعدانا ترجع بخيبه، ما ترجع بكسب والناموس هامتنا. والله يعز البلد ولا من يضفيبه، ويطول عمر الملك ودوم هيبتنا وسلامة هالوجيه. صح لسان الشاعر مصلح بن فرحان الهذيلي. الآن مشاركة مع سعادة اللواء فايز بن عبد العزيز الأسمري، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم، أصحاب الفضيلة، أصحاب السعادة مشايخ القبائل، أصحاب السعادة مشايخ قبائل البقوم، أيها الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني في هذا المقام، في هذا الحفل، حفل سعادة العميد عايض بن مناحي البقمي بمناسبة زواج ابنه الملازم مناحي بن عايض البقمي، أن أكون متحدثاً هنا وباسمي وباسم قبائل رجال الحجر المتواجدين في هذا الموقع. يسرني ويشرفني أن أهني زميلنا وجارنا العزيز سعادة العميد مناحي، فأدعو للمتزوجين وأقول لهم كدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم في خير. وسعادة العميد عايض شهادتي فيه مجروحة بحكم الزمالة، فأنا أعرف من سنين عديدة من
رتبته ملازم. فهذا الشخص وهذا الرجل رجل وفي وكريم الخصال، ولا يستغرب الطيب من هله، الطيب ما نستغربه من هل الطيب اللي لهم في سابق الطيب خبرة أوسع على الأجواد من فيضة شعيب وأضيق على الأنذال من ثقب الإبرة. الطيب ما نستغربه من عايض لأنه من قبيلة البقوم، سهوم المنايا الأساس، وسهوم المنايا البقوم يشرفني أن أكون متحدثا في حفلهم، وهم أهل النسب وأهل التاريخ المعروف، ويشرفني أيضا أنهم ينتسبون مع قبائلنا القبائل الأزدية القحطانية. فقبائل البقوم هي جزء من قبائل الأزد التي منهم الأوس والخزرج في المدينة الأنصار. فإذا كان لنا فخر حنا يا قبائل الأزد فهي بنصرة الدين. هذا الكلام أنا أكون متحدثا هنا ولست مرخا، ولكن هذه خطوط عريضة لمن أراد أن يعرف التاريخ يعرفها. فقبائل الأزد هي قبائل عديدة، منهم رجال الحجر ربعي، ومنهم قبائل بلقر، ومنهم قبائل غامد وزهران، ومنهم قبائل الدواسر، ومنهم الأوس والخزرج في المدينة. ويقول الشاعر: نحن وجه الشمس إسلاما وقوة، نسبا حر ومجد وفتوة، كرب عمي وقحطان أبي، اهبوا للمجد من تلك الأبوة. نحن أزد الله في يوم الردى، قد وضعنا الكفر في 70 هوة، والسيوف البيض في وجه الدجى، يوم ضرب الهام من دون النبوة. الكلام يطول والشعر يطول، وأنا قلت في أحد المناسبات وربعي في التاريخ ذروة سنامة: الأزد نسبتنا ومن نسل قحطان، جيش النبي حنا، جيش النبي حنا وحنا حسامة، أنصار دين الله سنه قرآن، وحنظله منا وفعله سامة. وذا الفخر بالشعر نفخر بحسام، حنا رجال الحرب حنا سهامة، لثارة الهيجة بنار ودخان، وكل القبائل نعم ما به ملامة، الكل يفخر في تواريخ جدان، وصلاة ربي عد منشى غمامة على النبي الهاشمي نسل عدنان. أيها الأخوة الحضور ومشايخ القبائل، يشرفني في مكان وفي ضيافة البقوم أن أكون متحدث هذه القبائل التي لها تاريخ معروف، ويكفي شرفا لها أنها تنتمي إلى قبائل التي نصرت الدين. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أرسل بالرسالة دعا في مكة أكثر من 10 سنوات، ودعا القبائل كلها للنصرة، ولم ينصره إلا قبائل الأزد، وهذا شرف وتاج نفتخر به. وفي آخر كلامي لدي مشاركة قصيدة أعددتها بهذه المناسبة. عليكم زود. أقول فيها: سلام يا دعوة البقوم الميامين، اللي لهم في صفحة المجد سيرة، أهل السيوف اللي ترد المعادين، وفرسانهم بظهور خيل مغيرة، سهوم المنايا هم رجال مسمين، مثل الجبال الراسية بالجزيرة، سهوم المنايا هم رجال مسمين، مثل الجبال الراسية بالجزيرة، ضيفانهم تلقى كرامة وتثمين، ودخيلهم يكرم ويا من مصيره، وابو مناحي رجل وافي ونعمين، جار كريم فيه نخوة وجيرة، ما يعرف الزلة ولا المنطق الشين، رايح سديد وسعد منه شويرة، وربعي رجال الحجر في العسر واللين، لثارة الهيجة نشب الذخيرة، نحب الوطن من كل غادر وباغين، لصوت الحراب وندق زيرة، وترى النسب واحد وحنا موفين. يا جاهل التاريخ دقق مسيرة، ألزدهم رؤوس العرب والسلاطين، يشهد لنا التاريخ ما نريد غيره، ألزدهم رؤوس العرب والسلاطين، يشهد لنا التاريخ ما نريد غيره، أنصار دين الله وتخسى الشياطين، أسود حرب بكل دار وديرة، وكل القبائل نعم وافين مثل السيوف المذهبات الشطيرة، وصلاة رب وصلوا على محمد إمام المصلين، نبينا قد جاب خيرا وخيرة. وفي آخر الكلام أكرر تهنئتي للمتزوجين والدعاء لهم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
نشكر سعادة اللواء فايز الأسمري على مشاركته. الآن قصيدة مع الشاعر حمدان بن معيض القطافي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألف ألف مبروك للعريس مناحي بن عايض البقمي، وأتمنى له حياة زوجية سعيدة. جيت الحفل وانبهرت وسقت الألحاني، والشكر يزهى حروف الشعر من داني. الكلمة الطيبة دايم على لساني، والرأس مرفوع والرايات مرفوع. امطر في حلة رجال نقدرها، سمو البقوم الفخر والعز مصدرها. يستاهلون. النفس على لزم الصاحب ما نعذرها، والرأس مرفوع والرايات. أنتم سهوم المنايا صيتكم عالي، أفخر بكم يا البقوم بكل الأحوالي. أعتز من هالمكان وأرفع عقالي والرأس. أنتم سهوم المنايا صيتكم عالي، نفخر بكم يا البقوم بكل الأحوالي. أعتز من هالمكان وأرفع عقالي، والرأس مرفوع. بحر الشعر لون غرفه ما هو بفايض، والشوق له للوفا والمرج لفايض. ما جيت أنا الحفلة هلا حشمة العايض والرأس. يا عايض من أحيا لمجاد ميدانك، نعرفك بالطيب قبل نعرف عنوانك. يا حظهم فيك صدقانك وجيرانك والرأس. شيخ المراجل وحاضرها وماضيها، وإن جات للعرف بين الناس يقضيها. ترى المواقف تعود عند راعيها، والرأس مرفوع والرايات مرفوعة. حنا رجال الوطن والعز رايتنا، في مملكتنا تفاخرنا بسمعتنا. ترى التكاتف وصلنا لغايتنا، والرأس مرفوع والرايات مرفوعة. ألمنا في بلادنا حاجة ضرورية، أمن الوطن عندنا مياه على مياه. يا رجال أمن الوطن تحيا السعودية، أس مرفوع والرايات مرفوعة. حنا أهل الدين والتوحيد والملة، دستورنا نستمده من كتاب الله. يدوم عز الوطن في حكم عبد الله والرأس مرفوع. حنا أهل الدين والتوحيد والملة، دستورنا نستمده من كتاب الله. يدوم عز الوطن في حكم عبد الله، والرأس مرفوع والرايات مرفوعة. سلامتكم.
صح لسان الشاعر حمدان معيض. الآن قصيدة مع الشاعر محمد بن عشق العتيبي، فليتفضل. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميع. نبارك للأخ مناحي ونقول ألف ألف مبروك وبالرفاه والبنين، ونقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. سلام يلي ملكت العز والهيبة، بين الرياجيل يشربه ويحكابه، الطيب اللي سواتك بين طيبه، فعله قاله سلام المجد يرقابه، عايض مناحي وكل الناس تدريبه، للضيف والجار دايم فاتح بابه، وحيل تقلط تسابقها تراحيبه، والعود معدلة الرسلان يعدابه، جيته مبارك وانا شاعر من عتيبه. ما عليكم زود. جيته مبارك وانا شاعر من عتيبه، الدرب لو طال لاجله ما احسب حسابه، اليد عانى سواته لازم نجيبه، في حفلة تجمع أصحابه مع أقرابه، حفل يشرف مجيه من معازيبه، مقامهم يشرح الخاطر ويسلابه، وزف مبروك لمناحي وغنيبه، يا طيب رأس الشجاع وطيب من جابه، حر على الصيد ساطيت مخاليبه، يرهي على الطيبة كفه ومخلابه، أساس طيب وطيب تم جاذيبه، معرب الخال يسعد من تهقوابه، معرب الخال يسعد من تهقوابه، من لابتن فعلها دايم ماريبه، كرزان من لابتن يا حي هلابه، يوم الحرايب مولعتم مشاهيبه، فعل حفظها الزمان وسطر كتابه، يوم معترك محفوظه مكاتيبه، من دمه مروى والمسلول وكتابه، جيته مبارك وانا شاعر من عتيبه، الدرب لو طال لاجله ما احسب حسابه. سلامتكم. صح لسان الشاعر محمد بن عشق العتيبي. الآن مشاركة مع الشاعر معيض بن وقيان العصيمي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك للشاب مناحي والله يوفقه إن شاء الله ويبيض وجيه الجميع. حضرنا للتقدم بالتهاني والقلوب صحاح، على أهل الحفل والماجوب بالأزهار منشورة، نخصك بالتهاني يا مناحي دامة الأفراح، تباها نور جدة واصفرت رابغ ومستورة، نقدمها عبقها حاليا وأحلامنا التفاح، جديدة مثمره ما سنها إلا الورد وزهوره، على أهل العز والناموس في الجية وفي المرواح، أهل قحص المهارة اللي نهار السون منصورة، أقوله من صحيح القلب ما جاء من لسان مزاح، فخر واعتز به يوم أذكره للمجد وعصوره، بقى فخر الرجال أهل الفخر في باكره ما راح، شياهين انتعلت وكرها في عالي وكوره، وحنا اليوم نمشي ما حد يحتاج حمل سلاح، تحضز الكريم ومحتمينا حكم أخو نوره، ولا من دعوتك يا عايض المقدام أنا مرتاح، عميد أهل الوفا واللي سواتك واضح دوره، ألا يلا تعينه يا كريم الوجه يا سماح، يقول الشاعر من هاجس عبر عن شعوره، وصلاة الله وتسليم عدد برق الحياة واللاح،
على محمد وصاحبه عندما يقرأ منصورة. سلامتكم. صاحب سان الشاعر معيض بن وقيان العصيمي. الآن مشاركة من الشاعر مسند بن مقيمة السبيعي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لأخونا مناحي والله يوفقه إن شاء الله. البعض المحافل يجوز العذر والصدة، وبعض المحافل حضوري له الهزام، إلى صار محفل كفو واخو اللي يعده، لو بتصير المشاغل كومة قدامي بحطها كلها من جانب الفدة، واحضر بجزر المعاني واكرب حزامي في مدح شيخ نعمه والله تسده، ويقال له حل ذكره سبعة عامي شيخ خذ المرجله من راسه ويده، وبالفعل يدعى علم من ضمن الاعلامي شيخ، بفعل المراجل ما حد قده الا شجيع يسوي زيه اعصامي، ان جيت في لازم قال ابشر وسده، ان كان نصيه ولا عبره الأرقام، ويكرمك في المضيف ويزل المدة، وعلى تبود العدا بالميسم الحامي سمو على اسمه يا ربعه، والسمي بده يجي السمي مثل عايض حرنا اقطامي، حرا يجيب العشام خلابه انهده، حرا يجيب العشام خلابه انهده، صقاره اللي ما جت برميته الرامي، والطيب ما هو غريب ابوه مع جده، هم اهل الموقف اللي في الوغى أدامي، وإن كان للمجد هامة ذروة وحدة، لاد الكريزي هم أهل الموقف السامي، من البقوم الحماسية أهل النجدة، من البقوم الحماسية أهل النجدة، فزعاتهم فك سجن وتلغي إعدامي، فزعاتهم فك سجن وتلغي إعدامي، فعل لو اللي خلق محد فعل ندة، ذا موجز والفعول تعجز أقلامي، ولو إني أكتب فخرهم ما اقدر اعده، لكن يكفي فعل ريحانه وابهامي، لو اني اكتب فخرهم ما اقدر اعده، لكن يكفي فعل ريحانه وابهامي، والشعر فيه والمدح فيهم شعر قاطف ورده، ولساني مدح امهم باللامي، واللي زعل يشرب الماء من بحر جده، يمكن يطفي اللهيب وبعض الاحلامي، ولساني مدح امهم باللامي، واللي زعل يشرب الماء من بحر جده، يمكن يطفي اللهيب وبعض الاحلام، قلته وحنا على الصولات والرده من قبل الاسلام وايضا بعد الاسلام، يسبع ترفع صروح المجد ما تهده، ويكتب ما عليكم زين، اسبع ترفع صروح المجد ما تهده، ويكتب فخرنا ذهب في صدر الايام، تاريخنا كل واحد يطمع وده، لكن ما يصله لو طاح لو قام، كرماتنا في ليالي العسر والشدة، ثلاثة أصناف وفعل مهند إحسامي، والطيب عد وكل بر شيرد، وقبائل المملكة محد صدر ذامي، ونهاية القاف يلا الحاسد تلد، وتطفي بذور الفتن في الشرق والشامي، وصلاة ربي على اللي جهز العدة لمحارب المشركين وهد الأصنامي، وسلامتكم والمعذرة، واللي مثل أبو مناحي وشرواه تعجز القوافي نجيب فعله، سلامتكم. صح لسان الشاعر مسند السبيعي. الآن مشاركة من الشاعر عمران سالم السلمي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لسعادة العميد عايض بن مناحي الكريزي البقمي على زواج
ابنه مناحي، ونسأل الله له التوفيق. الخاطر اللي من شرح يا لابه، والخاطر اللي من زعج وعذبه، الخاطر اللي من شرح يا لابه، والخاطر اللي من زعج وعذبه. والليلة الخاطر على ما تبونه، جر اللحون وحنق وسر بابه، عند الشجيع وراس مال الأخوة، عايض وشر وعايض حسب حسابه. شيخ دعاني قلت تبشر وتامر، وان غاب بن سالم لا تقبل غيابه، ابشر بنا وقت الطلب يا الكريزي، من مد طيبه جاه ما هي غرابه. الخاطر اللي من شرح يا هلابه، والخاطر اللي من زعج وعذابه، والليله الخاطر على ما تبونه، جر الحون وحنقه وسر بابه، عند الشجيع وراس مال الاخوه، عايض وشر وعايض احسب حسابه. شيخ دعاني قلت تبشر وتامر، وان غاب ابن سالم لا تقبل غيابه، ابشر بنا وقت الطلب يا الكريزي، من مد طيبه جاه ما هي غرابه. سلام يشرف البدوي الكريمين، واللي حضر فالحفل من كلابه، في حلة رجال الكرم والمواقف، ميقافهم ثابت بسلم وحرابه، لو تنشد التاريخ عنهم ذكرهم، كم من معارك رسخت في كتابه، لو تنشد التاريخ عنهم ذكرهم، كم من معارك رسخت في كتابه، من البقوم اللي تحل الصعايب للمجد تسعى في علو الرقابة. أهل نعم، أهل نعم وأهل الفخر، أهل نعم وأهل الفخر والكرامة، والصيت صيت العز كلنا درابة. ومبروك يا مناحي يا نسل الشجيعين، ذخر الرجال أهل الفخر والمهابة، عسى حياتك عامرة بالمسرات، شيخ ولد شيخ عزيز جنابه. يقول هالشاعر يحبك القوافي والسيف عزه يا عرب من نصابه. وسلامتكم. صح لسان الشاعر عمران السلمي. الآن مشاركة من الشاعر محمد الميزاني، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم الشيخ خالد بن شبيب الفغم، ومن حضر من قبيلة مطير، نرفع آيات التهاني والتبريكات لفارس هذه الليلة الملازم مناحي بن عايض البقمي، وندعو له دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكم بخير. كما نتقدم بالشكر الجزيل لسعادة العميد عايض بن مناحي البقمي وقبيلة البقوم عامس هم المنايا على هذا الاستقبال والحفاوة الغير مستغربة من قبيلة البقوم، لا يستغرب من الطيب من أهله. مهما نسوي من قصايد ومشاعر لا نوفي بحق هذه القبيلة العريقة، قبيلة سهوم المنايا.
الليلة هل ميقاف غير وليل عن 90 ليل مواقف الأصحاب لا الأصحاب عند أصحابها حنا ليا منا حضرنا نبدع الشعر الجزيل بعض القصايد يا عرب عفوا مقفل بابها الشعر ديوان العرب يروى لجيل بعد جيل بنات فكري في المواقف قد حسبت حسابها سلام تسليم الوفا يضفي على الجمع الجليل تسليم هاض من الخواطر واللحن غنابها في حلة رجال الوفا والطيب والبيت الظليل عايض وربع فالشدايد عز من يلجابها في حلة رجال الوفا والطيب والبيت الظليل عايض وربع فالشدايد عز من يلجابها أنتم سهوم إلا المنايا تعشقون المستعيل كل الصعايب لا حضرتوها تفك أنشابها أنتم سهوم إلا المنايا تعشقون المستحيل كل الصعايب لا حضرتوها تحل أنشابها أنتم هل الوقفات والطالات والسيف الصقيل العزوة اللي في المواقف تعتلي مرقابها يا مفخرة كل القبائل يا مزبنة الدخيل أمجادكم بين العرب أمجادكم بين القبائل نفتخر في كتابها يا مفخرة كل القبائل يا مزبنة الدخيل أمجادكم بين القبائل نفتخر بكتابها ومبروك يا راع المقام اللي لك الوقفة دليل جعل السعد من حظكم وافراحكم تهنابها قلت هو نام الروس قوم في المواقف ما تميل قلت هو نام الروس قوم في المواقف ما تميل ربعي مطير أهل الفخر والنار من شبابها سلامتكم أستاذنكم شكر وتقدير لمن هو استفدت منه الكثير في حياتي العلمية والعملية سعادة اللواء حمود بن شباب القمي لك تحية من عندي أبو هذال من القلب إلى القلب صح لسان الشاعر محمد والآن مشاركة مع الشاعر صالح بن مستور الحارثي فليتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أصالة عن نفسي ونيابة عن أخوياي قبيلة الشداديم من قبائل بن الحارث أتشرف بالوقوف أمامكم أولا وثانيا نقول لفارس هذه الليلة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير بالنسبة للمشاركة لمشاركة الحفل إن شاء الله أني أكون قد وفقت في الدخول وفي الإلقاء المغرب وبعيدها لكم الآن وقصيدة عامة في البقوم اسمحوا لي أن يكون برضه كذلك هذا موقفها وهذا مكانها لا 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 من غلاكم من السوق الغالية من غلاكم من السوق الغالية ما دا من غلاكم من السوق الغالية ما حسبنا وانت تستاهل التقدير والوافية أول القول بسم الله ومنا السلام السلام على الحضار وأهل المقام بعدها باسم بن شعاق بن نفل والشدادين والشدادين واللي مر بوعي حضر من بين الحارث للجود والمكرمات
واجبك يا الكريزي من خيار الوجوب واجبك يا الكريزي من خيار الوجوب قيمة اثنين من حمى الوبر والشعوف وبشتمنا لعايض بمناح وسيف وبشتمنا لعايض بمناح وسيف وانت رمز المحبة والوفا يا بقمي في غلاكم نسوق الغالية ما حسبنا وانت رمز الوفا والطيبة والوافية لا 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 يا لا 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 وانت تستاهل التقدير والوافية جل شان اللي خلقنا وحنا له نعود الولا لك جل شانك ولا غيرك ولي لا إله إلا أنت الواحد البر الودود يا كريم من جل شانك علينا معتلي لا إله إلا أنت الواحد البر الودود يا كريم من جل شانك علينا معتلي استعدي يا هجوس الغلا ورقي سنود الغلا فالدم لا زال والدم يغلي وبعد ما جانا اتصالك يا عايض بن سعود القصايد بالحناجر تغيض وتمتلي وبعد ما جانا اتصالك يا عايض بن سعود القصايد بالحناجر تغيض وتمتلي أتنقى كل جزلة ودونها وذود عن حياض أم المعاني وعاف أم الحلي وتشرف يوم أقدم عن أهل الزود زود وتخير من شوارد هجوسي واحتلي وتشرف يوم أقدم عن أهل الزود زود وتنقى من شوارد هجوسي واحتلي يا سلام الله على اللي لهم في الزود زود السلام اللي يجمل على وجه جلي يا البقوم أهل المواقيف وسهوم الصمود يا أهل التاريخ الأبلجلي أعدوا فلي يستاهلون يا البقوم أهل المواقيف وسهوم الصمود يا أهل التاريخ الأبلجلي أعدوا فلي يا بعيدين النهاية يا حامين الزنود يا مقابيس الظفر في الزمان الجاهلي فعلكم تشهد لها الأرض ما يبغى شهود يوم سجات الركايب وما حات الدلي ضيفكم يا قتر رحيب وظيفة قعود وجاركم مضام هالوقت والديرة خلي ضيفكم يا قتر رحيب وظيفة قعود وجاركم مضام هالوقت والديرة خلي والخوي اللي يخاوي عريبين الجدود أشهد أنه يا جد الطيب والمخرج ملي للهذيلي كيف ما جود جعل في الوجود اعتبرني يا هذيلي كريزي دغفلي للهذيلي كيف ما جود جعل في الوجود اعتبرني يا هذيلي كريزي دغفلي دون قاصد في عزاتي عمى عين الحسود فزعة المضهود زبن الدخيل ليبتلي ربعي الحر اذهل الطيم وفينا العهود جمرة في كل حزة تشب وتسطلي ما عليكم زود دون قاصر في عزاتي عمى عين الحسود فزعة المضهود زبن الدخيل ليبتلي ربعي الحر اذهل الطيب موفينا العهود جمرة في كل حزة تشب وتسطلي في غلاكم يا الهذيلي أنا مثل وفود في غلا ربعي عسام الليالي ينجلي جيت أبارك لك على الفوز والفوز محمود والتهاني من لساني تطيب لكم ولي عشت وتعيش الزعامة الحامينة الحدود تحت ظل الحاكم الفيصلي العادلي كلنا في كف أبو متعب اليمنى جنود والوطن في حماية أحفاد أبو بكر وعلي سلامتكم صح لسان الشاعر صالح بن مستور الحارث. الآن مشاركة مع الشاعر رزين بن عبد الحميد السلمي فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع. في المقام الأول أتقدم باسم كافة قبيلة بني سليم لكافة قبيلة البقوم وأبو مناحي خاصة وأقول له الله يوفقكم ويبارك لكم ويديم أفراحكم. وفي المقام الثاني أتقدم باسم كافة الزملاء زملاء الزميل مناحي
بأسمى آيات التهاني والتبركات، وأقول له كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. أما القصيدة أنا أعتذر على القصور قدام أبدأ، لأن الشعر ما يوفي اللي زي مناحي وشرواه وشروى الحاضرين. أقول ابتدينا بذكر اللي خلقنا عبده، ابتدينا بذكر اللي خلقنا عبده، نطلب رضاه لو ضاقوا علينا عبيده. ما تعز النفوس إلا بشكره وحمده، ولا تهز القلوب اللي رست بالعقيده. أشجع الخلق رجل خاف من دون حده، واجبن الخلق رجل ما تعظ من وعيده. كل حي على من شاع عظامه يرده، ثم منها على ما كان فيها يعيده. في نهار يدوم الملك لله وحده، وكل شخص يحاسب حسب ما مدت يده. ومن هجوس على جزل المعاني أهده، مثل هد الحرارة الجارحة للطريده. لا دعتها المواقف كل ما قف يسده، بل بيوت الجزال وبالطروق الفريده. ما تخيب الهقاوي في شطيره وحده، ولا تفوته من ابكار المعاني شريده. يا سلامي على سهم المنايا برده، يا سلامي على سهم المنايا برده. وافيه ضافيه لاهل الجذور الجويده، لا بتم لها في غير الامجاد لده. فالسنين القديمه والسنين الجديده، كل رجل دعانا في لزومه انعمده. ما حسبنا الديار قرابها والبعيده، كيف دعوه خوي سعدنا يوم سعده لمكانه مع الدم جاريه في وريده. كل رجل دعانا في لزومه انعمده، ما حسبنا الديار قرابها والبعيده، كيف دعوه رفيق سعدنا يوم سعده. كيف دعوه خوي سعدنا يوم سعده له مكانه مع الدم جاريه مع وريده. يا مناحي ولد عايض عريب بجده، يا عسى ما تفارقك الحياه السعيده. والف مبروك يا رجل شداده يشده، تشهد لها الفعول وخلق ربي شهيده. له نمد الوفا والطيب من طيب مده، علم وعلوم واخلاق ومزايا فريده. ولا انا شاعر قرايحه مستعده، والشعر وين ما فاضت بحوره اجيده. مير ما هو براس المال لجيت عده، ان حضر مرحبا وان غاب ما هو فقيده. راس مالي سليم، راس مالي سليم، ولا هي بمستجده. عزوه سعد والله من جعلها رصيده. والله انا ما عليكم زود، والله انا شاعر قرايحه مستعده، والشعر وين ما فاضت بحوره اجيده. مير ما هو براس المال لا جيت عده، ان حضر مرحبا وان غاب ما هو فقيده. راس مالي سليم ولا هي مستجده، عزوه سعد والله من جعلها رصيده. لان شايب قضاه وللمواقف اشده، عزوه ما توفيها مجرد قصيده بدون قاصر. فالجميع سلامتكم عظيمة. صح لسان الشاعر زين السلمي. مشاركة الآن مع الشاعر عبد العزيز بن عبد الله البقيمي، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير جميع، وحياكم الله عند من حيابكم. باسمي وباسم شيخ الدهمة الشيخ ذيب بن سلطان بن خشيبان الدهيمي البقمي، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى سعادة العميد عايض بن مناحي البقمي في زواج ابنه مناحي بن عايض الكريزي، وأقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. قبل الكلام وقبل كل البدايات، نبدأ بذكر الله رب البرية، ومن بعدها سلام وازكى التحيات للي لفوا حفل الكريزي هنية.
يا مرحبا ترحيب في كل الأوقات، ترحيب بأهل الطيب والمقدرية، باسم الكريزي يرحبي العبارات، وغني لمناحي شيلة سامرية للشعر. باسم الكريزي يرحبي العبارات، وغني لمناحي شيلة سامرية للشعر في حفلتك مجلس ووقفات، يزف فيها التهنئة والهدية في مجلس الشجعان وقت الغزوات، وفي مجلس الكنبود والشاذلية. ألاد عمي ألاد عمي كاسبين الطويلات، أهل الوفا والعز وأهل الحمية، تاريخهم مكتوب وسط السجلات، وأفعالهم مهيب تخفى علي. واليوم يا رده نبى نبدع أبيات، أبيات في رجل علومه وفية، عايض مناحي عايض مناحي رجل ضمن القيادات، عايض مناحي رجل ضمن القيادات اللي نماري فيه صبح وعشية. أبو مناحي يرتكي للثقيلات ويشيلها ما قال هذه قوية، ولنسى مناحي من كثير الدعوات، وبكثف الدعوات وارفع يدي. تهنى حياته بالفرح والمسرات، ويعيش بالدنيا حياة هنية. وقبل الختام وقبل كل النهايات، صلوا على الهادي شفيع البرية. سلامتكم. صح لسان الشاعر عبد العزيز بن عبد الله البقيمي. مشاركة الآن مع الشاعر ناصر بن شعيفان الهذيلي، يلقيها نيابة عن ابنه شعيفان، فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. أبارك الأخوي مناحي وأقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهما في خير. دعيتنا يا أبو مناحي، جيناك من غلاك ووفاك للطيبك، ما شفت الجموع حاضرين تقدير تلبية دعوتك، والله يبيض وجهك أنت راعي العلوم الغانمة. والقصيدة الوالدي الشيخ ناصر بن شعيفان، والقيها نيابة عنه: في حفل راع الكرم والطيب والمعرفة، سلام يا بن مناحي يا حفيد الصقور. في حفل راع الكرم والطيب والمعرفة، سلام يا بن مناحي يا حفيد الصقور. طيب وطيبك في علا، طيب وطيبك على رؤوس العلا المشرفة، ما يخلف النه عواصيف الدهر والشهور. يا راعي الاوله بالفعل والتكلفة، من طيبك أهل الوجيه البيض تزداد نور. انقيل عد الروى ما زل من وصفه، وانقيل رجل الكرم نشهد ولا فيه زور. عايض يحب الجمايل والعرب تعرفه، ذروة سلام المراجل ملك وفى الشبور. عايض يحب الجمايل والعرب تعرفه، ذروة سنام المراجل ملك وافى الشبور. نجم يروس النجوم ولا حد يخلفه، دليل تل النشامة في جميع الأمور. لاد الكريزي جبال فالوطن مردفة، مذللين الخصوم مجبرين الكسور. الطيب تكرمه والعائلة توقفه، وليرتك أولاد دعاوي مثل صم الصخور. دخيلهم في حماهم ما حد يحذفه، دون الخويب السلاح اللي يفج النحور. يوم المعارك وضرب سيوفها المرهبة، معشية كل ذيب ومشبعين الطيور. أهل مهار تخوض الحرب ومعسفة، يوم المعارك رحاب المصايب تدور. أهل مهار تخوض الحرب ومعسفة، يوم المعارك رحاب المصايب تدور. سيوفهم واردة رأس العدو تتلفه، سهوم المنايا قضاة في البحر والبرور. جينا نبارك لك، جينا نبارك لكم حفلتكم مشرفة، ولكم علينا حقوق وواجب ما يبور. منقدم الطيبة للطيب ما حسفه، يا شيخ يا ابن الشيوخ اللي سوات البحور.
اللي يصطفق موجها في ساعة مصلفة فيها الخطر والمصايب والقنابل تثور عدوهم تردفوا ونصكت مرجفة قامت هموم تطابخ مثل طبخ القدور يلي تبونا الشباب ودلال المكيفة يا مرحبا عند عايض عدنا بتزهور أبوه عد الروى هداج من يغرفة عليه ترد القبايل من قديم العصور نزالت القفر يوم إن العرب خايفة ما ينطبع في دمشهم لو تعود دبور صلوا على المصطفى اللي طاهر مصحبه على رسول الله يلي حضور سلامتكم وعذورنا على القصور أبو مناحي استاهل هالشيء الكثير صح لسان الشاعر ناصر بن شيفان والآن مشاركة مع الشاعر محمد بن ناصر الهذيلي فليتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا مبارك العريس هذه الليلة ونقول ألف مبروك سلام يا نون جذبنا مخيله البرق يبرق والمطر في رفاياه سلام يا نون جذبنا مخيله البرق يبرق والمطر في رفاياه شوف المطر يبرق كبود العليلة ومن حدة الشبل الليالي تنصاه والنور نور في محل الدليلة عايض لعل معذر الناس تفداه النور نور في محل الدليلة عايض لعل معذر الناس تفداه مثل القمر لو القمر من فصيلة بين القبائل من يسوي سواياه مثل القمر لو القمر من فصيلة بين القبائل من يسوي سواياه جده وابوه من السنين الطويلة أهل اجداد الطيب مهتز مبناه جده وابوه من السنين الطويلة أهل اجداد الطيب مهتز مبناه عايض مناحي من سيوف صقيلة شيخ الكرم الطيب مهد تعداه عايض مناحي من سيوف صقيلة شيخ الكرم الطيب مهد تعداه زومان شيال الحمولة الثقيلة ابن الكريزي مركز الطيب مبنى ابن الكريزي مركز الطيب مجناه زومان شيال الحمولة الثقيلة ابن الكريزي مركز الطيب مجناه جينا مبارك ذي سلوم القبيلة مبروك يلي تكسب الطيب يمناه جينا مبارك ذي سلوم القبيلة مبروك يلي تكسب الطيب يمناه واليا بدينا بالعلوم الجزيلة عن في شيخ حالف ما تنساه واليا بدينا بالعلوم الجزيلة عن فعل شيخ حالف ما تنساه ولا نمدح الا فرجال الاصيلة نزعا بهم ما بين عراف وقضاه وربعه ذيل مزبنين الدخيلة والمستحيل اليا بغيناه طناه سلامتكم صح لسان الشاعر محمد بن ناصر الهذيلي أيها الحفل الكريم لو كان يهدى إلى الإنسان قيمته لكانت هديتك الدنيا وما فيها هذا المساء تبرز قيمة الهدية في جو مفعم بالحب والمحبة والألفة والصداقة هدية مقدمة من عبد الله اليامي وخالد الشهراني عبارة عن درع تذكاري للعميد عايض البقيمي خلهم هنا عبد الله Thank you.
هدية مقدمة من خالد عطله الكثامي العتيبي، عبارة عن قطعة أرض في منحة الكثمة في عشيرة للعريس. هدية مقدمة من ياسر محيل المقاطي، عبارة عن سيف مذهب للعميد عايض البقيمي. هدية مقدمة من ياسر محيل المقاطي، عبارة عن سيف مذهب للعميد عايض. هدية مقدمة من الشاعر محمد بن عشق العتيبي، عبارة عن سيف مذهب للعميد عايض. هدية مقدمة من علي عطية المولد ونواف عمار مطيري للعميد عايض، عبارة عن سيف مذهب. هدية مقدمة من الشيخ عبد الله بن ماجد العاكور الهذيلي، عبارة عن سيوف مذهبة لكل من مناحي ووائل. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في هذه الليلة أن أبارك إلى سعادة العميد عايض بن مناحي الكريزي على نجاح هذا الحفل الرائع، كما أقدم هدايا سيوف لأبنائها الملازم مناحي والملازم وايل. وكانت الهدية والله من فترة، ولكن اخترت الوقت المناسب، فهذا أحسن وقت أقدم فيها هذه الهدية. وأشكر الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هدية مقدمة من الشيخ سلطان بن مناحي بن جرشان، عبارة عن سيف مذهب. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن هذه الليلة لمن أسعد الليالي، ونرحب بالحضور باسمه بمناحي وقبيلة الكرزان، ونقول لابننا مناحي الله مبارك له وبارك عليهم واجمع بينهما في خير. فمرحبا بالجميع عند من حيابكم، وحنا نرحبكم جميعا في محل الجميع، ويا مرحبا بجميع القبائل من عتابة، من مطير، من سليم، من زملاء الأخ العميد بالحارث، والزملاء الأخ العميد عايض بن مناحي، وطبعا عايض له عندنا غالة مرتين، الغلا الأول إنه ولد عمنا، والغلا الثاني إنه خال الشيخ قاعد بن فحان بن جرشان وعمر بن مناحي بن جرشان. ويا مرحبا بكم يا لاد البقمي، وسموا البقوم كلكم. ونشكر الشعار اللي اللالة زاد والبهجة نور وسرور، والحاضرين وزملانا بالحرس الوطني وعلى راسهم اللواء فيحان العتيبي. ويا مرحبا بدون تعديل وبدون تخصيص، يا مرحبا مليون باللي حضروا واللالة وزادونا سرور وبهجة. والله يوفقك ابو مناحي دنيا واخرة، وأنت العملاق الأول في المنطقة الغربية والعملاق الثاني ماجد بن مهل البقمي، ولا في قصور بالقمي. هدية مقدمة من مصلح بن فرحان الهذيلي، عبارة عن سيف مذهب. كما قدم مصلح بن فرحان الهذيلي وشعيفان البقمي، عبارة عن شيلة شعرية، شيلتين شعرية، صوت السعد وشعيفان. شيلتين من كلماتي من أداء صوت السعد، هداء خاص لأبو مناحي والبني عمه والإخوانه، وسيف مذهب ودرع، وهذا قل ما نقدم رع المراجل وأبوها وشيخة كلها ورع الوقفات كلها. الله يبيض وجهك، الله يبيض وجهك، ما عليكم زود، والله يبيض وجيكم أنتم أهل العلم الطيب والغانم، والله إنكم تاجر على رؤوسنا، أنتم تاجر على رؤوسنا يعلم الله. كفو والله، كفو كفو والله. والحاضرين كلهم أسعدونا الليلة بحضورهم للجميع، يا مرحبا والله ترحيب. هدية مقدمة من مشعل بن محسن الهذيلي وراكان سعد الهذيلي، عبارة عن رشاش مذهل.
هدية مقدمة من رجل الأعمال فيحان براك المرزوقي، يقدمها نيابة عن ابنه ثامر. هدية مقدمة من سعادة اللواء فايز الأسمري. هدية مقدمة من الشيخ بجاد بن سلطان بن بريكان، عبارة عن بكرة ملحاء من إبلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، إني أحيي الجميع الذين شرفونا هذه الليلة المباركة، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك لعريسنا في هذه الليلة، وأدعو له بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. والأمر الثاني أيها الإخوة، أهدي لخالي العميد عايض بن مناحي الكريزي البقمي بكرة من خيار الإبل، وأهدي إليه عن أخي بريكان حصان من خير الحصن والخيل الموجودة في الرياض، خيل السبك، ويستاهل أكثر من هذا. ولكن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تهادوا وتحابوا، وهذه سنة مبروكة وطيبة. ونشكر كل من ساهم في هذا المجال، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هدية مقدمة من الشيخ بريكان بن سلطان بن بريكان، عبارة عن فرس من إسطبلة، قدمها نيابة عن أخيه بجاد. الآن هدية من الشاعر عبد الله بن هلال الهذيلي، فليتفضل، وأيضا لديه مشاركة شعرية. فليتفضل الأخو عبد الله هلال. نعتذر عن عدم إذاعة اسمه ضمن برنامج القصائد، لا لي شيء، ولكن لأن سقط سهوا له منا أكبر الاعتذار. فليتفضل مشكورا. مساكم الله بالخير جميع، والله يحييكم عند من حييكم. أولا نبارك لفارس هذه الليلة الملازم مناحي بن عايض الكريزي البقمي، والله يوفقه في حياته. كما نبارك لوالده العميد عايض بن مناحي الكريزي البقمي، والله يحييكم عند من حياكم. يقول: هاضني داعي، هاضني طاري زحول الرجال أهل الجميل، والقريحة صفت أبياتها في حالها، وقمت أغني بالجزالة على البحر الجزيل،
وانتقي عذب المعاني وروم طوالها لاجل دعوه كانها البرق في عارض مخيل لاجل دعوه كانها البرق في عارض مخيل تسعد النفس الحزينه ويطرب بالها دعوتك يا الشبع على العز والمجد الجزيل والله اني لا تعنى وجهها والله اني لا تعنى وجيلها واعنالها له سلام ازكى من الورد قدره ما يميل لو تميل الناس في صبحها وليلها له سلام ازكى من الورد قدره ما يميل لو تميل الناس في صبحها وليلها الف مبروك وعسى الخير في درب خليل ويبعد عن سكه اهل الحزن واهوالها كاسب الفعل المشرف من الكف الصقيل والشبل من ذا الاسد قالها اللي قالها وبوك عايضنا كل المستحيل يوم بعض الناس تلعب على موالها ما عرف درب التدني ما عرف درب الردى والتدني والذليل جاب كل الطيبه وشيفت افعالها من يلومه دام ربعها لسيوف الخيل يوم زمان الخيل تبرى من خيالها من ظهور السواني مزبن تدخيل يوم ضرب المشوك ورفع الرايه وشيالها وانا الهذيلي جيت البي دعوه القرم واقطع كل ميل ما حسب طول المسافات ولا طول ميالها وسلامتكم واعذرونا على القصور يا الربع يستاهل اكثر ابو مناحي الآن كلمة للشيخ عبد المجيد السلمي كاتب عدل محكمة مكة المكرمة فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحفل الكريم، كلمة لم تكن في الحسبان، ولكن العميد عايض يامر على شيء أكبر من كذا، ويامر علينا العميد عايض الله يمسيه بالخير ويجعل داره عامرة بالأفراح. العميد عايض رجل صاحب مواقف، وإذا دعاك صاحب الموقف تضيق فيك الوسيعة ولا يسعك إلا أن تقول له لبيه، لأن العميد عايض نعم وكفو وله بقصور في البقوم كلهم. فأنا شخص من سليم وأفتخر بسليم، ولكني البقومي السلمي من حبي في هذه القبيلة. هذه القبيلة قال عنها شاعرها فيصل عليه رحمة الله، وأنا أردد هذا البيت في كل محفل يجمعني بعزوتي البقوم، عندما قال: أربعة منا عن أربع قبائل والولد منا عن 400. هذه المقولة هي حق، عليه رحمة الله قالها وهو ابن القبيلة، ولا ينبئك مثل خبير. العميد عايض عرفناه عن طريق أخونا الشيخ مدغم ابن عايض البقومي فخر البقوم. الشيخ مدغم ابن عايض هو حزام للظهر وتاج على الرأس، وهو ما هو لكم يا البقوم لحالكم، هو لكم ولنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل أيامه سنين ولا هو بقصور في كل الحاضرين. أقول
أيها الأكارم، أصالة عن نفسي ونيابة عن صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن صقر المدرع القحطاني، نقول للعريس كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير. في ختام هذه الكلمة أريد أن أذكر شخص سماه ربعه بكحيلان، وكما قلت لا ينبئك مثل خبير. كحيلان حقيقة والله إن كلمة ونعم فيه قليلة. كنت مع الشيخ مدغم الله يحفظه، فشغل لي مقطع في الجوال فسألته من هذا قبل أن أعرف أبو مهل، قال هذا كحيلان. قلت وش داعي هالقصيدة؟ قال هالقصيدة لموقف وقفه كحيلان مع ربعه، وله مستغرب عن أبو مهل، والطيب ما يستغرب من معدنه. فالله يبيض وجيهكم جميع يا البقوم، وانتم هل الطائلة وهل المواقف، وانتم فخر القبائل كلها، وله بقصور في جميع القبائل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الشيخ على كلمته الوافية. الآن هدايا مقدمة من العميد عايض بن مناحي إلى سعادة اللواء فايز بن عبد العزيز الأسمري، فليتفضل. هدية من العميد عايض للشاعر حمدان بن معيض القطافي، فليتفضل. هدية مقدمة للشاعر مصلح بن فرحان الهذيلي صقر هذيل. هدية مقدمة للشاعر محمد بن عشق العتيبي، فليتفضل. هدية مقدمة للشاعر معيض بن وقيان العصيمي، فليتفضل. هدية مقدمة للشاعر مسند بن مقيم السبعي، فليتفضل. هدية مقدمة للشاعر عمران بن سالم السلمي، فليتفضل. مرحبا.
عمران ما جاك هدية مقدمة للشاعر صالح بن مستور الحاذي فليتفضل. هدية مقدمة للشاعر محمد بن صعيب الميزاني فليتفضل. هدية مقدمة للشاعر رزين بن عبد الحميد السلمي فليتفضل. هدية مقدمة للشاعر ناصر بن شعيفان بن ناصر الهذيلي وأيضا هدية لابن شعيفان. هدية مقدمة للشاعر عبد العزيز بن عبد الله البقيمي فليتفضل. هدية مقدمة للشاعر محمد بن ناصر الهذيلي فليتفضل. هدية مقدمة للشاعر عبد الله هلال الهذيلي فليتفضل. هدية للإعلامي حاتم الذيابي.
مقدمة من العميد عايض، كما يهنيه ويبارك له العميد بحصوله على درجة الماجستير. هدية للإعلامي وهيب المالكي، فليتفضل. هدية للإعلامي وجدي أبو الربيش. هدية أيضا لسعد بن ناصر. استلم نيابة عن وهيب المالكي. هدية للإعلامي العفراني البقمي. هدية لأحمد بن محمد القرني، فليتفضل. هدية للشيخ سعد بن عبيد العتيبي، فليتفضل. هدية مقدمة لحاتم الذيابي، المقدم حاتم الذيابي، يستلمها نيابة عنه النقيب عبد الله العتيبي، فليتفضل. أيها الحفل الكريم، ضيوفنا الكرام، ختاماً نهني أنفسنا بحضوركم وإجابتكم. شكراً لكم فرداً فرداً، متمنين أن نوفقنا. وننهي حفلنا الخطابي بأوبريت يقدم كل من المنشد محمد الميزاني وحمدان أقطافي. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أقل ما نقدم إلى سعادة العميد عايض بن مناحي البقمي، وهي من كلمات وأداء عضو الرابط للثقافة والأدب والفكر أخوي الشاعر والمنشد حمدان بن معيض القطافي، وأداء محدثكم محمد بن صعيب الميزاني. يا محمد وأنت محمود السجايا، سرها يا لين ينبح صباحي في حفل رمز من اسهم المنايا، العميد المعتبر عايض مناحي. سم يا حمدان يا سمال ابداع لاحي في
في جزيل الشعر جودنا وذاقه لا تعاد علم واقف احتميت في حدود المعرفة واسع نطاقه في حدود المعرفة واسع نطاقه شاعر عند الطموح وصاغ بيته يعشق الامجاد والطلع عشاقه الشعر نبض المشاعر لا دعيته كانها الشهد المصفى في مذاقه كانها الشهد المصفى في مذاقه يحفظ حقوق الأقارب والصداقة ذاك زيزم المراجل لا نخيته نفتخر باسمه ومضمون البطاقة نفتخر باسمه ومضمون البطاقة مرحبا في حفل شيخ ذا عصيت بينه وبين الكرم ودو علاقة شيخ عرف الله دعا دعيه جيته معرفة شرواك يا عايض شفاقة معرفة شرواك يا عايض شفاقة تهني وهدي من الود باقه اشهد ان الطيب بعيونك قريته يشبه الحر النداوي بانطلاقه يشبه الحر النداوي بانطلاقه يا مناحي لاجلكم قفي بنيت جيت اهني وهدي من الود باقه اشهد ان الطيب بعيونك قريته يشبه الحر النداوي بانطلاقه يشبه الحر النداوي بانطلاقه اشهد ان الطيب بعيونك قريته يشبه الحر النداوي بانطلاقه الشعر جودنا وذاقه لا تعاد علم واقف احتميت في حدود المعرفة واسع نطاقه في حدود المعرفة واسع نطاقه شاعر عند الطموح وصاغ بيته يعشق الامجاد والطلع عشاقه الشعر نبض المشاعر لا دعيته كانها الشهد المصفى في مذاقه كانها الشهد المصفى في مذاقه ترجمة
قدام لا يسري سريت في جزيل الشعر جودنا وذاقه لا دعادع المواقف احتميت في حدود المعرفة واسع نطاقه في حدود المعرفة واسع نطاقه شاعر عند الطموح صاغ بيته يعشق الامجاد والطلع عشاقه الشعر نبض المشاعر لا دعيته كانها الشهد المصفى في مذاقه كانها الشهد المصفى في مذاقه.